لميس، نعم، في موضوع لازم أحكيك فيه اليوم وضروري جدا إنه نحسم الموضوع اليوم. تفضل حبيبي، خير؟ في شي؟ صراحة من بعد سنتين من العلاقة قررت أو لاحظت إنه نحن مش كتير لايقين على بعض ومش كتير متفاهمين، فأنا بحاجة إني أترك مسافة هيدي الفترة بيناتنا. ليه؟ ما لقيت حالي معك، ما لقيت إني قادر أرتبط فيكي. يعني هيك؟ هيك انت قررت؟ وين كل الحب اللي بيناتنا؟ علقتني فيك كل هالسنين، ولا بتقلي بكل بساطة بدك تتركني؟ بلا دراما بشرفك. كسرت لي قلبي، جرحتني. You broke my heart. ما بتفهميني، ما في تفاهم، ما في انسجام. انا ما بقدر اعيش من دونك. بليز اعطيني فرصة. لا 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 لا، ما بقدر ما بقدر ما بقدر. كلكن هيك، كلكن هيك كذابين، كلكن هيك بتخدعوني. خلاص باي. لميس، عايزك بموضوع مهم لازم نحكي فيه اليوم. ايه تفضل. صراحة من بعد سنتين بالعلاقة اكتشفت انه نحنا مش كتير لايقين على بعض ومش كتير متفاهمين، وانا بحاجة اني اترك مسافة بيني وبينك هيدي الفترة. مسافة؟ ما هي في مسافة بيناتنا. قصدك عشان كورونا؟ ما تخاف، ما معي كورونا. مبارح عملت فحص البي سي ار ونتيجتي سلبية، بس انا كتير ايجابية. بوزيتيف نتيجتي سلبية، يعني نتيجة فحص الكورونا، بس انا كتير ايجابية. لا قصدي انه ننفصل. ننفصل؟ ليش نحنا مرتبطين؟ انا شخصيا ما بحب اربط حدا، يعني انا ما بحب الربطة. يعني شايف شعري؟ ما بستعمل ربطة، عادة بستعمل الملاقط. بحب انشر غسيل، بحب استعمل ملاقط. عادة بحب استعمل ملاقط. لا كنت عم بمزح، كنت عم بمزح معك، كنت بس عم شوف اذا بتحبيني، يعني كان بس تيست يعني. او ويلا مساء الخير. اكيد مثل ما شفنا بالسكتش انا اتكلم عن امرأة، ولكن هذا الفيديو ينطبق على الرجال والنساء مع بعض. رح احكي اليوم عن نقطتين اساسيتين بهيدا الفيديو. كيف بتقهر الشخص اللي تركك وبتخليه يندم ويتمنى انه يرجع لك؟ والحقيقة هيدي حيلة سوداء، ولكن انا بسميها كوميديا سوداء او بلاك كوميدي. إذا لاحظتوا بردة الفعل الثانية الصحيحة، أنا استعملت أسلوب في نوع من الاستهزاء والسخرية أو الاستغباء نوعا ما، لما حكيت شو قصدك بالمسافة كورونا، أو أنا بستعمل ربطة. شو عم بعمل هون؟ هيدا الشيء بسموه الذكاء الغبي. ولأول مرة اليوم رح نحكي عن الذكاء الغبي وشو علاقته بالبلاك كوميدي، وشو علاقتهم أيضا بتخطي الصدمة العاطفية. نحن بالحقيقة لما شخص يتركنا، سواء كان رجل أو امرأة، منتعرض، أغلبنا بيتعرض لنوع من الصدمة العاطفية. واليوم رح اشرح كيف تتخطى هيدي الصدمة. أولا وقبل كل شيء، لتخطي الصدمة العاطفية أو الخزلان الناتج عن إنه شخص بده يتركك أو تركك، أولا مش لازم تعبر أو تقول العبارات اللي قلتها بالقسم الغلط من السكتش، مثل كلكن بتجرحوني، أنا انجرحت، أنت كسرت لي قلبي، بليز خليك معي، بليز أعطيني فرصة، أنا متعلق فيك، ما بقدر عيش من دونك. هيدي العبارات اللي قلتلكن غلط عنا، حتى إذا ما قلتوها للشخص مباشرة، وأكيد غلط تقولوله هي مباشرة، ولكن أيضا ممنوع تقولوها بينكن وبين نفسكن. ليه؟ لأن هيدي العبارات بتلعب دور التوكيد النفسي. التوكيد النفسي يعني نحن عم نأكد الصدمة، عم نأكد الجرح، عم نأكد الصفات السلبية. لما نستعمل العبارات عم نزيد من حدتها بدلا من ما انه نخففها. وهيدا الكلام المبالغ فيه او الاوفر دوز، المبالغة بتضخيم الجراح وبتضخيم
الصدمة راح يخليك تستمر بالصدمة بل إنها تكبر أكثر بكثير من حجمها الطبيعي. فأولا وقبل كل شيء لا نستعمل عبارات التوكيد اللي استعملناها بأول قسم من الفيديو، وثانيا نحاول نخفف من المبالغة بردود أفعالنا سواء أمام هيدا الشخص أو بيننا وبين نفسنا، يعني نعطي الشيء حجمه الطبيعي حتى إذا كنا شايفينه شيء كتير كبير، ولكن يجب أن نعمل على حيلة البلاك كوميدي واللي استعملتها بالقسم الثاني، الكوميديا السوداء اللي هي نوع من السخرية، الضحك، التنكيت، الاستهزاء. لا، حتى إذا كنت أنا مجروح واستعملت أسلوب البلاك كوميدي من السخرية والضحك وغيرها، هيدا الشيء حتى إذا كان تمثيل وحتى إذا كان مصطنع، برجع بذكركم بالعبارة الإنجليزية اللي بتقول fake it until you make it، يعني أثبت الطرق العلاج النفسي عن طريق الضحك، لأنه هناك في علاج نفسي اسمه العلاج بالضحك، أثبت أنه حتى لما نصطنع الضحكة ونصطنع السخرية فنحن مع الوقت هيدا الشيء رح يعطينا طاقة إيجابية، رح يعطينا قوة نفسية وبيولوجية، لأنه الضحك أثبت أنه بيأثر نفسيا وجسديا على هرمونات السعادة وأيضا على الدورة الدموية وأيضا على تخفيف الضغوطات النفسية حتى إذا كان مصطنع ومش حقيقي في البداية. وأيضا حتى بالستوري، حتى بمنشوراتك على السوشيال ميديا، ما تحاول تكون دراما، حاول نزل نك، يعني في كتير هلأ اقتباسات مضحكة وصور وإشياء هيك كاريكاتورية وهزلية، فيك انت تقتبسها وتنزلها على الانستغرام، الفيسبوك، بالستوريز، كل شيء بيضحك، كل شيء كوميدي سواء كان فيديو أو صورة أو بوست، هيدي الأمور لما تنشرها والشخص يشوفها وأيضا يشوفك انك انت عم تضحك وانت عم تاخد الموضوع بسخرية وباستخفاف، صدقني مش بس هيدا الشخص رح يحسك قوي، لأنه الضحك والابتسامة بهيك حالات مش بيخلوك تبين سخيف، بل على العكس بيخلوك تبين قوي الشخصية، وهيدا عنصر جذب للشخص اللي تركك، إذا كان بحبك 1% فهو رح يحاول يرجع لك. وأيضا حتى إذا هيدا الشخص ما رجع لك، مش هيدا هدفنا أبدا، والهدف الأساسي هو تخفيف الصدمة وأيضا الظهور بمظهر الإنسان الإيجابي، وهيدا الشيء مع الوقت رح يخليك ما تتعرض لأي صدمة عاطفية أو نفسية إذا اتبعت الخطوات، أو حتى إذا كنت تتعرض لها اتبع هيدي الخطوات، وأنا أكيدة أنها أهم خطوات للعلاج.